خاطر مانيش مقتنع بحتى واحد فيهم. حتى واحد، كل واحد عنده خلفيات وما لا صعيب. فما يبان للظاهر انه فما ناس باهين، لكن كما قلت لك الثقه ما نجموش ما نعطوهاش الثقه تكتسب. اتمنى بشي تحسن، فهمني ولا؟ الشعب التونسي واعي ومثقف، وعندي ثقه فيه باش يعرف يميز بين الغلط والسمين، وان شاء الله نخرجوا بنتيجه ممتازه. اما مانيش واضحه الانتخابات، ما لحد الان مانيش ما نعرفش لشكون نعطي صوت. ماهيش واضحه الانتخابات، ما زلت مراش فما شكون من الرؤساء كفؤ وجدير انه باش يدير تونس. على الانتخابات يا بني، برسمك كلهم واحد يجيك.